الاعزاء ليكم اكيد حضراتكم اشتغلتوا معاه وتعرفوها الاستاذ اسامه رشيد المدير التنفيذي السابق لقناه النادي الاهلي. برحب بيك يا استاذ اسامه. يا مساء الفل عليكم. برحب بيك. طبعا هم هنا بيسقفوا بعد ما عرفوا ان حضرتك موجود معانا بيسقفوا لك. طبعا تحيات الاستاذ برجاوي وسمير عكاشه والاستاذ شوارب والاستاذ هاني كلهم بيسلموا عليك. عمر ربنا يخليك وبرجاوي حبيبي وهاني وسمير ومين تاني؟ والاستاذ هاني شوارب. الاستاذ شوارب كلهم حبايبي ومنورين الدنيا. طبعا انا لما كلموني الصراحه حسيت ان انا صغرت مثلا. يعني اول ما كلموني حسيت كل الذكريات فلاش باك قدامي، ان الناس كلها واحنا موجودين بنحاول نطلع الكيان اللي موجود قدامكم. وايام ما كانت الناس كانت بتنام على صوت النسر، هم فاكرين وهم شايفين وعارفين ده انا بقول. كانت الناس بتشغل القناه على صوت النسر اللي قاعد في قناه الفتح ويناموا عليه. اهلاويه كان نص ساعه. كانت ايام حلوه طبعا. بمسي عليكم كلكم ومنورين. طبعا بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. واحد حضرتك من اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي في التاسيس، ودايما البدايات بتكون صعبه لكن الاستمرار هو ده النجاح. علشان كده حضرتك موجود معانا النهارده وبنسلم عليك ونقول لك على الهواء كل سنه وحضرتك طيب. واي حد او اي شخص كان موجود في نجاح النادي الاهلي لازم حضرتك يكون موجود معانا علشان يشاركنا الاحتفال ويشاركنا الفرحه اللي احنا كلنا بنعيشها وكلنا بنحتفل بيها. حابب تقول اي حضرتك تقول اي حاجه للنجوم اللي موجودين معانا النهارده؟ يعني اول حاجه اقول كل سنه والنادي الاهلي طيب، وكل سنه وقناه الاهلي بخير وشغاله زي الفل، ومشجعينها اللي مقومينها طول الوقت اتفرجوا عليها، واخواتي وحبايبي طبعا اللي مع حضرتك في الاستوديو بسلم عليهم واحد واحد. وطبعا احنا على اتصال على طول بنتكلم مع بعض، بقول لهم شلتوا كتير وتعبتوا، كل واحد ليه بصمه فيكم. وفي ناس كتير قوي خلف الكواليس عملت مجهود جبار علشان تطلع القناه وتستمر لحد 11 سنه. النادي الاهلي عودنا رؤسائه ان هم بيسلموا بعض، حتى لو الاداره اتغيرت الكيان موجود. اداره اي ار تي لما كانت موجوده منها البرزنتيشن، انا اشتغلت في الكيانات دي كلها على فكره، وبشكر كل واحد قائم عليها وكل رئيس نادي تولى، وبقول يا رب من النجاح للنجاح. واخواتي وحبايبي اللي موجودين مع حضرتك بقول لهم وحشتوني، ودايما مستمرين وناجحين، ويا رب اشوفكم في احسن حاجه يا رب دايما. استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. شرف لينا وجود حضرتك، واحد من اللي بدأوا قناه النادي الاهلي، فبنشكر حضرتك تاني المدير التنفيذي.